تعد شخصية الرجل الأخضر هالك من أكثر شخصيات الأبطال الخارقين شهرة، فمعظمنا يحب هذه الشخصية العملاقة القادرة على تحطيم أي شيء في طريقها. ورغم كونها شخصية خيالية، إلا أن هناك بعض الأشخاص الحقيقيين يشبهون هذه الشخصية بشكل كبير. سوف نقدم لكم اليوم 10 أشخاص يمثلون النسخة الحقيقية من الشخصية الخيالية هالك. دينيس بلينكوف. يتمتع الرجل الأخضر هالك بأياد هائلة الحجم خيالية، لكن مصارع الذراع الأوكراني دينيس بلينكوف يتمتع بيدين عملاقتين مقارنة بعامة الناس، حتى أن الكثير من الأشخاص يظنون أنها ليست حقيقية عند رؤيتها لأول مرة. وبالإضافة إلى يديه العملاقتين، يمتلك دينيس حجماً ضخماً للغاية، معظمه عضلات خالصة مثل عضلة البايسبس الخاصة به التي يبلغ حجمها 63.5 سنتيمتر. براين شو. من السهل ملاحظة أن براين شو رجل ضخم للغاية، ولكن معظم الناس لا تدرك مدى ضخامته إلا عند معرفة أن طوله يبلغ مترين ويزن أكثر من 400 باوند. بدأ براين حياته الرياضية كلاعب كرة سلة في الجامعة، وهو الآن يتنافس في مسابقة أقوى رجل في العالم، وبالفعل فاز باللقب عام 2015. وقد تم إظهار حجمه المثير للإعجاب بشكل واضح عندما قام مؤسس المسابقة، وهو الممثل الشهير أرنولد شوارزنجر، بإجراء حوار معه بعد الفوز، حيث كان يبدو أرنولد صغير الحجم للغاية مقارنة بهذا اللاعب العملاق. سجاد غريبي. يلقب سجاد غريبي بين أتباعه على إنستغرام بهالك الإيراني، حيث يتمتع هذا الشاب البالغ من العمر 24 عاماً ببنية جسدية قوية للغاية وضخامة هائلة في العضلات، مما يجعله قادراً على رفع أكثر من وزنه من الأثقال. يبلغ طوله 186 سنتيمتر ويزن أكثر من 300 باوند. يواجه سجاد مشاكل في حياته اليومية بسبب حجمه الهائل، حيث يجد صعوبة شديدة في الجلوس داخل السيارات، كما أنه من الصعب عليه العثور على ملابس تناسب حجمه. هالك الآسيوي. كان هوانغ شول سون نحيلاً جداً عندما كان في العشرين من عمره، ولم يعجبه طريقة معاملة الناس له واستهانتهم الدائمة به، لذلك أمضى سنوات عديدة في ممارسة التمارين الرياضية والمحافظة على نظام غذائي صحي من أجل أن يصل للبنية الجسدية التي يريدها. ومن الواضح أن جهوده قد أثمرت، فهو الآن بطل من أبطال كمال الأجسام وفاز بالعديد من الجوائز. لا يصدق الناس أن هوانغ حصل على هذه اللياقة البدنية الرائعة عن طريق التمرين والأكل الصحي فقط، حيث يعتقدون أنه استخدم طرق غير المشروعة مثل ستيرويد، لكنه ينكر هذه الادعاءات بشدة ويصر على أنه لم يلمس هذه الأشياء في حياته. جيفانيلدو فييرا دي سوزا. هو بالتأكيد أصغر لاعب حجماً في هذه القائمة، حيث يبلغ طوله 180 سنتيمتر ويزن حوالي 185 باوند، لكنه يتمتع ببنية قوية للغاية ويتكون معظم وزنه من العضلات الخالصة. يلعب دي سوزا كرة القدم بشكل محترف مع فريق شانغهاي الصينية، كما أنه يلعب أيضاً في منتخب البرازيل، وهو معروف باسم هالك بين لاعبي كرة القدم والمشجعين، حتى أن قميصه الرياضي مكتوب على ظهره هالك بدلاً من اسمه الحقيقي. هالك الاصطناعي. كان روماريو دوس سانتوس ألفيس من المعجبين جداً بشخصية الرجل الأخضر هالك، لذلك قرر الذهاب إلى الصالة الرياضية من أجل التدرب للحصول على هذه العضلات الكبيرة، لكنه قابل بعض الأشخاص الذين عرفوه على طريقة اصطناعية سهلة للحصول على هذا الجسم، وكانت هذه عبارة عن مادة تدعى سينثول، ويتم حقنها مباشرة في الجزء الذي تريد تكبيره. ورغم خطورة هذه المادة التي من الممكن أن تسبب مضاعفات تضطر مستخدمها إلى بتر أجزاء من جسمه، إلا أن ألفيس في البداية أعجبته التغييرات الواضحة في جسمه، وأصبح مدمناً على حقنها طوال الوقت. لكن مع مرور الوقت أصبح شكل جسمه غير متناسق، لدرجة أن الناس كانت تخاف من مظهره في الشوارع، وبعضهم كان يجري في الاتجاه المعاكس عند رؤيته. وعندما ازداد إدمانه سوءاً وهدده الأطباء بأنهم سيضطرون قريباً لبتر ذراعيه، قرر ألفيس التوقف عن تعاطي هذه المواد المضرة. ماريوس بوزيانوفسكي. يتمتع بصلابة شديدة تؤهله بالتأكيد ليكون النسخة الحقيقية من الشخصية الخيالية هالك. اعتاد الاشتراك بانتظام في مسابقة الرجل القوي Strongman Competition بين عامي 2002 و2009، كما أنه حصل على 5 ألقاب في منافسة أقوى رجل في العالم، ومن ثم انتقل إلى رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA التي ما زال يتمتع فيها بالكثير من النجاح،
حتى يومنا هذا. الهالك الأمازونية تمثل أنا لوسيا باربوسا النسخة الحقيقية من المرأة الخضراء، حيث يبلغ طولها 203 سنتيمتر وتتمتع بلياقة بدنية عالية. ولدت أنا في البرازيل وتحملت حياة مليئة بالفقر منذ الصغر، إلا أنها رأت إمكانيات في جسدها الغريب الذي لا يشبه أي امرأة أخرى، مما جعلها تفعل ما يفعله الأبطال الخارقون، وقامت بتأليف اسم مستعار لنفسها لاستخدامه في العمل، وهو سينثيا الأمازونية. أما عملها فهو سيطر على الرجال، حيث يدفع لها الرجال الأغنياء مئات الدولارات في الساعة من أجل أن تتصارع معهم وتتحداهم ليروا إذا كان بإمكانها أن تتغلب عليهم. إيدي هول في مايو 2017 توج بلقب أقوى رجل في العالم، ليصبح بذلك أول منافس بريطاني يفوز باللقب في أكثر من 20 عام. يبلغ طول إيدي 187 سنتيمتر ويزن حوالي 430 باوند، مما يجعل جسمه بالطبع هائل الحجم مع عضلات ضخمة للغاية، حتى أنه يضطر إلى استهلاك 12,000 سعر حراري يومياً للمحافظة على حجم هذا الجسم العملاق. ويعترف إيدي أن جسمه الضخم يجعل ركوب السيارات أو الجلوس على الكراسي العادية من المستحيل تقريباً. هافثور بجورجنسون. يعد العملاق الأيزلندي هافثور بجورجنسون من أقوى الرجال في العالم في الوقت الحالي إن لم يكن أقواهم. يبلغ طوله أكثر من مترين ويزن أكثر من 400 باوند، ينافس في مسابقات الفايكينغ وألعاب القوى الأيزلندية منذ عام 2009. وليس من الغريب أنه مهيمن تماماً على هذه المسابقات نظراً لقوته غير الطبيعية. قام أيضاً بلعب شخصية السيد غريغور كليغان في المسلسل الشهير لعبة العروش Game of Thrones، بالإضافة إلى قوته الواضحة على الشاشة، فهو أيضاً قادر على رفع قضيب حديدي مصنوع من الإطارات التي تزن أكثر من 1000 باوند، كما أنه قام بتحطيم الرقم العالمي عندما تمكن من إلقاء برميل ضخم يبلغ وزنه أكثر من 14 كيلو لأعلى بارتفاع 24 قدماً في الهواء.